ثم إنه سبحانه وتعالى بيّن أن أولئك المصدقين وأولئك المصدقات الذين يقرضون الله قرضا حسنا هم الذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين آمنوا بالله ورسله، وبيّن أنهم في الدرجة العليا التي هي درجة الصديقين. في ذلك يقول تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. وقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الصديقين أعلى أهل الجنة درجة، هم أعلى أهل الجنة درجة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ويكفي الصديقين علو درجة أن درجتهم فوق درجة الشهداء، الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هؤلاء فوق درجتهم، فوقها درجة الصديقين، فوقها درجة الذين آمنوا بالله ورسله. قد صح ذلك مبينا عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إنه تعالى لما بين ما أعد من النعيم للذين آمنوا بالله ورسوله بين ما أعد من العذاب الأليم للذين كفروا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. وهكذا سنة الله تعالى في كتابه أن يعاقب بين ذكر الوعد والوعيد تنشيطا لاكتساب ما يزلف وتثبيطا عن اقتراب ما يتلف. فالله تعالى إذا ذكر المؤمنين وما أعد لهم من النعيم عقب ذكرهم بالكافرين وما أعد لهم من العذاب الأليم، لينشط العبد فيكون من المؤمنين فيحظى بجنة النعيم، ويتثبط ويتأخر ويبتعد عن معصية الله حتى لا يكون من أصحاب الجحيم. ثم إنه تعالى وعظنا معشر المؤمنين وعظ عباده فبين لهم حقيقة هذه الدنيا وهوانها وحقارتها عنده سبحانه وتعالى. وقد صح عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنها لو كانت تسوى عند الله تعالى جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماء. قال تعالى في ضرب المثل لهذه الدنيا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذه حقيقة الدنيا، هذه الدنيا بين الله لكم مثالها وأعطاكم حقيقتها، وأنتم تدركون حقيقة اللعب وحقيقة له، فإنما هو شيء يستمتع به وقتا ما ثم يذهب عن صاحبه لا يدري أين ذهب، ويبقى تبقى عليه النتيجة إما مغفرة وإما عذاب، والغالب في اللهو واللعب أنهما لا يجران إلى الخير. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وانظروا فيما بينكم فلينظر كل أحد وليتصور هل هذه حقيقة الدنيا. هذه هي حقيقة الدنيا التي ضرب الله تعالى لها: الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد وانظروا فيما بينكم فلينظر كل أحد وليتصور هل هذه حقيقة الدنيا. هذه هي حقيقة الدنيا التي ضرب الله تعالى لها، التي ضرب لها خالقها ومنشئها والممتع بها. ثم قال فيها أيضا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته، مثل ذلك الغيث الذي ينزل الله على الأرض فتنبت الأرض من كل زوج بهيج، فيعجب الكفار أي الزراع الذين يزرعون ويحرثون الأرض يحترثون الأرض، يعجبهم ذلك النبات ويستبشرون به ويطمئنون إليه. فبينما هم كذلك إذ صار ذلك النبات الأخضر الناضر الناعي بينما هم ينظرونه ويسرون به ويشتغلون به ويلتهون به، إذ مال إلى الذبول إلى يبوسة فصار مصفرا ثم يبس ثم تحطم فتكسر. هكذا قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. هكذا حال الدنيا. ثم إنه تعالى لما ذكر حال الدنيا ذكر أن الآخرة ذات منزلتين: إما عذاب وإما نعيم، إما جحيم وإما نعيم. فقال تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد لمن عصى الله تعالى ولم يؤمن بما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة أيضا مغفرة من الله ورضوان لمن آمن بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وامتثل واجتنب على وفق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا بيان من الله لكم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن الله تعالى لما أخبرنا أن في الآخرة عذابا شديدا وفيها مغفرة من الله ورضوان، قال لنا بعد ذلك مرغبا لنا في النعيم محذرا لنا من نار الجحيم، قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. يأمرنا الله تعالى بالمسابقة إلى مغفرته سبحانه وتعالى وإلى جنته. سابقوا إلى مغفرة من ربكم بامتثال أمره تعالى واجتناب نهيه على وفق ما شرع. سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وإذا كان العرض هكذا فما الظن بالطول. تلك الجنة التي صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أقل نصيب منها يجده المؤمن على قدر الدنيا 10 مرات، فقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أقل أهل الجنة نصيبا منها من له قدر الدنيا 10 مرات منها. وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت هيئت وهي موجودة الآن للذين آمنوا بالله ورسله، آمنوا ذلك الإيمان القائم على أركانه 6، وصدق إيمانهم أعمالهم، صدقت الأعمال الإيمان، آمنوا وعملوا الصالحات. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فاسألوا الله من فضله ممتثلين أمره مجتنبين نهيه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نسأله سبحانه وتعالى من فضله العظيم. ثم إنه سبحانه وتعالى بين لنا معشر المؤمنين أن علينا أن نؤمن بقدره، الإيمان بالقدر أساس الإيمان، فمن آمن بالقدر فقد تم واكتمل إيمانه، ومن كذب بالقدر فقد كفر. بين سبحانه وتعالى لنا أنه ما أصاب من مصيبة تصيب في الماضي ولا في الحال ولا في المستقبل إلا وهذه المصيبة جارية على قدر قد سبق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، هكذا صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فما من مصيبة وما من كائنة وما من حركة وما من سكون إلا وقد جرى به قلم قضاء الله تعالى وقدره قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. على كل مؤمن أن يطوي عقيدته على هذا المعنى وأن يعتقده اعتقادا جازما، وليعلم أن هذا قدر الله وهو ملاك الإيمان. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي نخلقها. وقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أن ذلك أي شريان قلم القضاء والقدر كان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن ذلك على الله يسير، لأنه على كل شيء قدير. ثم بين لنا الحكمة
من كونه بيّن لنا أن الأمور جارية على قدر قد سبق، فقال لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمور الدنيا وعلى المصائب التي تصيبكم في دار الدنيا. فالمؤمن إذا أصابته مصيبة في دار الدنيا ولو بلغت ما بلغت من العظة يستيقن ويعلم أن هذا قدر قد سبق، فيرضى بقدر الله سبحانه وتعالى فيحظى بالأجر.